الرئيس الجزائري يتفاعل بتتويج أشباله بكأس العرب، والرد المغربي لم يتأخر، في صورة توضح مدى الحرمان الذي يعيشه النظام والرئيس الجزائري، وأن يخرج في أي مناسبة كيفما كانت للعلن للظهور. تفاعل الرئيس الجزائري مع تتويج المنتخب الجزائري للناشئين بالبطولة العربية الودية، وقال الرئيس على صفحته الاجتماعية الرسمية: أشبال ولكن في الميدان أسود، شكرا يا أبطال العرب على ما قدمتموه، قبل أن يضيف: مبروك للجزائر الكأس العربية للناشئين. الرد المغربي لم يتأخر، حيث كتب أحد المتتبعين في رسالة مباشرة للرئيس: وعلى سبيل السعادة كأس العالم بعد 70 يوما، وهناك من حرم منها وأسعدته مباراة ودية، إنه الحرمان حسب قول هذا المتتبع.